القالب اللي معانا اليوم يا جماعة هو قالب مهم جدا يمكن استعماله في كل المجالات، بحيث حضرتك تكون قادر على طرح فكرتك بطريقة عصرية واحترافية وغير تقليدية. مثلا لو حضرتك معلم وعندك درس هام جدا وحابب تعرض عناصر الدرس بطريقة احترافية فلازم تستخدم القالب ده. ولو ايضا حضرتك عندك مقابلة عمل هامة جدا وحابب تظهر وكأنك شخص محترف وغير تقليدي فلازم ايضا تستخدم القالب اللي معانا اليوم ان شاء الله. طيب ما هو القالب اللي معانا اليوم وكيفية استعماله وكيفية التعديل فيه وكيفية استخدامه في مقابلة العمل او في درس تعليمي او في اي مجال اخر؟ خليني اعرض على حضراتكم القالب من البداية الى النهاية. ده القالب اللي موجود معانا اليوم يا جماعة، بحيث لو حضرتك رحت على الصفحة الاولى كده ان شاء الله وضغطنا على الكاس ده فبيتم عرض القالب بكل بساطة. القالب اللي معانا اليوم يا جماعة انا مقسمه ليه مجموعة من الشهور، بحيث يبدأ بشهر يناير وينتهي بشهر ديسمبر كما ترون الان. لو فكرت كده بالماوس كما ترون الآن بيتم قلب الصفحة وتبدأ تظهر المحتويات أو العناصر اللي حضرتك حابب تعرضها في شهر يناير. تمام. لو حضرتك نقرت كمان مرة كده فبينتقل شهر يناير من اليمين إلى اليسار وتنتقل معه المادة العلمية اللي كانت معروضة في شهر يناير وتبدأ تظهر العناصر الخاصة بشهر فبراير. تمام. أنقر كمان مرة، ينتقل شهر فبراير إلى اليسار وتنتقل معه المادة العلمية الخاصة به وتبدأ تظهر معانا المادة العلمية الخاصة بشهر مارس، وهكذا يا جماعة حتى نصل إلى نهاية الشهور اللي معانا اليوم. ممتاز. طيب بالنسبة يا جماعة للشهور اللي معانا اليوم، الشهور ديت يمكن لحضرتك إن حضرتك تغيرها، بحيث بدل ما تحط الشهور تبدأ تحط مثلا عنصر واحد، عنصر اتنين، عنصر تلاتة. ممكن تحط الوحدة الأولى، الوحدة الثانية، الوحدة الثالثة، الوحدة الرابعة، الدرس الأول، الدرس الثاني، الدرس الثالث، وهكذا يا جماعة. حضرتك ابدأ عدل في القالب ده إن شاء الله كما تشاء بإذن الله تعالى. طيب في كمان ملاحظة يا جماعة حابب أعرضها لحضراتكم، إن القالب ده ان شاء الله انا سوف اضعه لحضراتكم بالمجان بالكامل في صندوق الوصف باذن الله تعالى. يعني حضرتك تقدر تحمل القالب ده بصفة او بطريقة مجانية بالكامل، ولكن يا جماعة ان شاء الله حضراتكم باذن الله تعالى هتقدروا تعبي ومجهودي في التصميم ويعني ترك المادة العلمية لحضراتكم بالمجان والتصميم بالمجان. حضراتكم هتقدروا مجهودي وتشتركوا في قناتي، وهذا كل ما اريده من حضراتكم، ان حضراتكم فقط تشتركوا في قناتي فقط. الدعم يا جماعة من حضراتكم هو أكبر شيء سوف أحصل عليه بإذن الله تعالى. طيب دلوقتي يلا خلينا نبدأ على بركة الله في شرح لحضراتكم كيفية تصميم هذا القالب من البداية إلى النهاية بإذن الله تعالى. ولكن أولا يا جماعة خليني أقول لكم، أولا أهلا بكم في قناة انفولوجي التعليمية، أنا محمد حامد، تابعوني. طيب يا جماعة دلوقتي خلينا نفتح برنامج الباوربوينت من هنا كده، بحيث نكون قادرين على تصميم هذا القالب من الألف للياء. وما تنسوش يا جماعة أنني سوف أترك لحضراتكم هذا القالب مصمم جاهز في صندوق الوصف للتحميل المجاني بإذن الله تعالى. ولكن لو حضرتك بقى حابب تتعلم حاجة مفيدة ويعني مهارة تنفعك في المستقبل، كمل معايا الفيديو ده للنهاية بإذن الله تعالى. أول خطوة نبدأ نعملها إن شاء الله يا جماعة إن إحنا هنبدأ نحدد مربعات النص دي وديليت من لوحة المفاتيح. تاني خطوة أروح على قائمة فيو وأبدأ أعلم على جايدز، بحيث تديني الشبكة التربيعية لأنها تساعدني في محاذاة الأغلفة والصفحات الخاصة بالكتاب. رقم 3 إن أنا هبدأ ألعب مع الخلفية شوية، أضغط رايت كليك وفورمات باك جراوند، وبعدين أروح على البيكتشر أور تكستشر فيل من هنا، وبعدين أروح على التكستشر من هنا، وبعدين أنزل لتحت أختار الأوبشن الأخير ده فبيغير لي الخلفية. ولكن الخلفية يا جماعة تفاصيلها حادة بعض الشيء، فأقدر أتحكم فيها إن أنا أروح على الإفكتس الموجودة هنا كده، وبعدين أروح على الأرتستيك إفكتس أنقر عليها، وبعدين آخد الأوبشن ده بحيث يديني درجة من والغموض على الخلفيه، وده اللي انا عايزه. بعد كده بروح على انسرت يعني ادراج، شيبس يعني اشكال، وبعدين اخد الراوندد كورنرز ده، وبعدين ابدا ارسم الصفحه الاولى من الغلاف كما ترون الان، واكون حريص على ترك مساحه من اسفل ومن اعلى وتكون بنفس المساحه. بعد كده بروح على شيب اوت لاين بينما الشكل محدد، بروح على شيب اوت لاين اللي هو لون الحواف الخارجيه، واضغط على نو اوت لاين بحيث انا مش عايز لون حافه خارجيه. بعد كده ببدا اعبي الشكل ده يا جماعه باي لون حضرتك بقى عايزه، لاي لون. انا مثلا على سبيل
سبيل المثال هبدأ أعبيه باللون ده كده، وأبدأ طبعا أحرك الشكل كده بحيث يكون في المنتصف كده حول طبعا الشبكة التربيعية، وده فايدة الشبكة التربيعية اللي أنا أظهرتها في بداية الفيديو. وهاجم المربع الأصفر ده يا جماعة كده وأبدأ أتحكم في درجة دوران الكورنرز، تمام كده يا جماعة، ممتاز. بعد كده يا جماعة بضغط على مفتاحي كنترول دي من لوحة المفاتيح عشان ياخد لي منه نسخة، وبنفس الطريقة برضو هبدأ أعمل محاذاة للشكل ده في الناحية التانية من الصفحة. وما تنسوش إن الشبكة التربيعية دي بتساعدني إن أنا أظبط الأشكال بالمنتصف بالظبط كما ترون الآن، ممتاز. بعد كده بقى خليك ذكي في التصميم، يعني اعطي لكل صفحة من الغلاف نوع من الظل، فبتضغط على الصفحة المرادة وتروح على الإفكتس من هنا، وبعدين تروح على الشاد اللي هو الظل، وتضغط على الأوبشن ده كده، وبعدين الصفحة دي اتجاهها هنا كده، يبقى أنا عايز الظل في الناحية دي، فهاخد الظل اللي اتجاهه هنا كده، فبيعطيني الحافة السمراء الصغيرة ديت كأنها ظل. أنقر على الصفحة الأخرى أيضا وأعطلها بقى الظل العكسي، ده كان داخل في الصفحة دي، هاخد بقى طبعا الظل ده بحيث ان هو يعطيني الظل في الناحيه دي كده، تمام كما ترون الان، ممتاز. بعد كده يا جماعه بروح على انسرت مره تانية شيبس يعني اشكال، وبعدين اخد الريكتانجل ده او الاول ده كده بحيث ارسم بقى الصفحه البيضاء اللي هتكون داخل الايه، داخل الكتاب بتاعي الالكتروني المتميز ده. اول حاجه شيب اوت لاين، قول له نو اوت لاين، بعد كده عبي طبعا الصفحه بتكون باللون الابيض. بعد كده يا جماعه ابدا اعمل الخطوط، اروح على انسرت مره تانية شيبس، وبعدين اخد الخط الاول ده. وفي هنا ملحوظه مهمه جدا حابب الفت انتباه حضرتك ليها، ان انت لو جيت ترسم مثلا الخط الاول كده وما ضغطتش على مفتاح شيفت من لوحه المفاتيح، بص تقدر تطلع وتنزل ومش هتكون قادر على يعني عمل استقامه كامله للخط، فلما تضغط على مفتاح شيفت بص تبدا تطلع لفوق وتنزل، فما بيتحركش معاك. زي ما حضرتك شايف كده نبدا نرسم الخط المراد، لما نسيب ايدينا من على الماوس يظهر لي القايمه ديت، هاخد طبعا الخط ده بحيث يكون الخط لونه اسود وهو متحدد كده، اضغط على كنترول دي من لوحه المفاتيح وابدا طبعا احط الخط طبعا في المسافه دي كده. اما اجي اعمل بقى كنترول دي مره تانية يبدا يعمل لي كمان خط بنفس المحاذاه بدون تعديل يدوي كما ترون الان، كنترول دي كنترول دي كنترول دي كنترول دي كنترول دي من لوحه المفاتيح والى ان انتهي من الخطوط كما ترون الان. بعد كده يا جماعه اضغط على مفتاح كنترول من لوحه المفاتيح واطنني ضاغط، وامشي بقى احدد الخطوط الصغيره اللي انا عملتها ديت ليه، عشان اجمعها مع صفحه الغلاف او الصفحه البيضاء اللي في الخلفيه بحيث تكون صفحه واحده. بعد لما احدد الخطوط كلها اجي انقر على الحته البيضاء اللي انا سبتها فوق من هنا بحيث تحدد الصفحه البيضاء اللي ورا مع الخطوط. بعد كده اعمل كنترول جي من لوحه المفاتيح، او لو في بعض الناس الكنترول جي مش شغاله معاهم بيجي رايت كليك بينما التحديد يعني مفعل، واروح على جروب واختار كلمه جروب، تمام زي ما حضراتكم شايفين كده، كده بقت صفحه واحده زي ما حضراتكم شايفين كده. طبعا كنترول زي من لوحه المفاتيح عشان ارجع مره تانية، خد بقى كنترول دي كمان مره من هنا كده عشان تاخد منها نسخه، وبعدين ودي الصفحه دي في الاتجاه الاخر كما ترون الان، ممتاز. ايضا كون ذكي طبعا في الصفحه البيضاء، ادي لها برضو ظل، فحدد الصفحه البيضاء من هنا كده، وبعدين روح على الاوبشن ده وروح على الشادو، وطبعا نفس درجه الظل هتاخد الدرجه دي، وروح على الصفحه البيضاء الثانيه وادي لها درجه الظل الثانيه ديت، يبقى انا كده عملت درجات الظل للغلاف والصفحه البيضاء للغلاف والصفحه البيضاء. بعد كده يا جماعه بقى لازم ابدا اعمل اللي هو المشابك او الكليبسات او اللسان اللي بيربط بين الصفحه الاولى والصفحه الثانيه. اعمل ايه؟ اروح اسهل واسرع وابسط طريقه ان انا اعمل المشابك دي او الكليبسات ديت، ان انا اروح على قائمه انسرت يا جماعه وشيبس واخد علامه يساوي، يعني حركه ذكيه جدا ان انا اخد علامه يساوي وابدا ارسم علامه يساوي هنا. وفي علامه يساوي يا جماعه بقى خدعه بسيطه كده حابب الفت انتباه حضرتك ليه، زي ما حضرتك شايف كده ابدا بقى سنترها في المنتصف كده، ممتاز جدا. بعد كده اللون بتاعها ازرق، لا انت تقدر تدي لها درجه احترافيه في اللون مع درجه من اللمعان. هتروح على حاجه اسمها الجريدينت فيل اللي هو التعبئه التلقائيه، هتبدا تنزل لتحت شويه تلاقي هنا عندك اربع علامات لتقييم الالوان، احذف اثنين وسيب اثنين كده، عندي اثنين، عند واحده في الاول واحده في الاخر. هتيجي على اللون ده وديت متحدده كده، ادي لها اللون الاسود، على انقر على الثانيه برضه وروح على اللون وادي لها اللون الاسود، يبقى انا كده عملته اسود كله، لا انا حابب بقى اعمل درجه اللون لمعه شويه، فهي هنا في الربع الاخير ده انقر بحيث يدينا علامه جديده، والعلامه دي بقى خليها باللون الابيض، تمام الابيض الساطع يعني، وانقر في الربع اللي قبل الاخير برضه من الناحيه الثانيه، واروح في العلامه دي هديله بقى اللون اللي تحت الابيض ده الابيض، خد الاوبشن اللي تحته ده او اللون اللي تحته ده، تمام. زي ما حضراتكم شايفين كده اعطاني ايه؟ اعطاني يعني درجه لمعان ابيض واسود، ولكن الاسود فوق والابيض تحت، وبشكل ايه؟ بشكل افقي. انا مش عايز كده، انا عايزه يكون بشكل عمودي. اعمل ايه بقى؟ تعالى بقى على التايب ديت سيبها لاينير كما هي كما ترون الان، ولكن روح على الدايركشنز اللي هو الاتجاه وخد الاوبشن الثاني ده، بص الاسود في الاول وبعدين الابيض بالطول كده، خد الاوبشن الثاني ده، بصوا كده يا جماعه درجه اللمعان اللي حصلت دي، تمام. وهو متحدد كده اديله كنترول دي من لوحه المفاتيح فبياخد لك كمان نسخه، وطبعا ابدا سيب خط فاضي بين الاثنين، ابدا سيب خط فاضي بين الايه؟ بين الاثنين، وعشان تظبط شفت انت الخطوط الوهميه يعني كده
بص الخطوط اختفت كده، الخطوط ظهرت. الخطوط دي بتساعدك انك تظبط الكليبسات ديت او المشابك دي تحت بعض بالظبط. شوف بقى اما بعمل كنترول دي مره تانية، لما ظبطت الاولى والتانية بنفس الارتفاع ونفس العرض ونفس المساواه من اليمين مع نفس المساواه من اليسار، لما بعمل كنترول دي بتبدا تتحط تلقائي بدون ان انا ايه ما ابدا اعدل من لوحه المفاتيح كما ترون الان. ممتاز. لما اخلص اجي انقر فوق من هنا كده يا جماعه واحدد المشابك كلها دفعه واحده كده، وادي له كنترول جي او رايت كليك وجروب زي ما انا قلت لكم، كنترول جي من لوحه المفاتيح كده، بحيث تكون شكل واحد يا جماعه، اقدر احركها كلها دفعه واحده كما ترون الان، وكنترول زي من لوحه المفاتيح عشان ارجعها لي مره تانية. تمام ممتاز. بعد كده بقى يا جماعه هبدا اعمل الالسنه، الالسنه اللي بتدل على الشهور، شهر يناير، شهر فبراير، شهر مارس وهكذا، او ممكن انت تحط عنصر واحد، عنصر اثنين، عنصر ثلاثه، او الوحده الاولى الوحده الثانيه، طبقا لنوع الماده العلميه اللي انت هتعرضها في القالب ده. يعني يا جماعه القالب ده متغير، الماده العلميه او النصوص انت ان شاء الله غيرها طبقا لما تعرضه وطبقا لفكرتك انت. انا بعطيك الفكره الاساسيه وحضرتك بقى انطلق في تصميم ما تراه مناسبا بهذا القالب. فانا يا جماعه ان شاء الله اوعدكم بالصدق في شرح كل معلومه بالتفصيل، حضراتكم ايضا توعدوني بالاشتراك في القناه لدعمي ودعم قناه انفولوجي التعليميه باذن الله تعالى. طيب اعمل بقى يا جماعه الالسنه ديت ازاي؟ هروح على قائمه انسيرت، وبعدين اروح على شيبس، وبعدين اخد الشكل الاخير اللي هو القبل الاخير ده، اللي قبل الاخير ده انقر عليه، وبعدين اعمل لي لسان هنا كده تمام، وايضا اروح على شيب اوت لاين اقول له نو اوت لاين، مش عايز لون حافه خارجيه، شيب فيل، ابدا بقى عبيه باي لون انت تختاره، وبعد كده تعالى على الروتيت ديت وادي له درجه دوران بدرجه 90 درجه، وابدا صغره شويه كده بحيث يكون مناسب معاك، وابدا احطه مثلا في الجزء ده مثلا هنا كده. بعد كده بقى حابب ان انا اكتب فيه اي شيء، اكتب بقى العنصر الاول، العنصر الثاني، شهر يناير، على حسب انت حابب تعرض ايه. اروح على قائمه انسيرت، وبعدين تكست بوكس ومربع النص، هكتب مثلا انا همشي مع القالب اللي انا صممته، هكتب كلمه جانيوري تمام، او جانيوري يعني، او شهر يناير تمام كما ترون الان. هكتب طبعا الاختصار الاول اللي هو الحروف الثلاثه، وهو متحدد مربع النص كده، هروح على الاوبشن ده واغير اتجاه النص واوسع العرض شويه واكبر، اصغر سوري النص بتاعي شويه بحيث ما ياخدش مكان كبير يعني من اللسان اللي انا عامله ان شاء الله. بعد كده يا جماعه هبدا اجي احط الكلمه بتاعتي كده هنا كما ترون الان تمام. وبعد كده بعد ما حطيتها هقوم جاي من بره كده محدد الاثنين مع بعض وكنترول جي عشان اجمع النص مع اللسان تمام، وهو متحدد ايضا كده، هاجي اضغط على كنترول وتنين، اضغط على كنترول واضغط على الصفحه البيضاء دي واعمل كنترول جي مره تانية بحيث اجمع اللسان مع النص كما ترون الان، اللسان والنص والصفحه البيضاء كانهم ايه، كانهم جزء واحد كما ترون الان تمام كده يا جماعه. وطبعا كنترول زي من لوحه المفاتيح عشان يرجعنا ورا. ما تنساش طبعا ان الكليبسات ديت او المشابك دي لازم تكون فوق على طول، فانت بتحددها وتروح على الشيب فورمات وتقول حاجه اسمها برينج فورورد من هنا بحيث تكون فوق على طول تمام. تمام انا كده طبعا خلصت الجزء الاول. بعد كده هكمل الالسنه ازاي؟ هتيجي على الصفحه الاولى اللي انت صممتها دي رايت كليك وتدي له كنترول دي او تدي له كلمه دوبليكيت سلايد من هنا. لما تدي له دوبليكيت سلايد يبقى انت عندك شريحتين، اقف على الشريحه الثانيه وتعالى انقر على اللسان اللي انت عملته ده اهو من هنا كده اهو، انقر على اللسان وبعدين كنترول دي. ركزوا بقى معايا عشان انا هعمل معاكم الشهور الثلاثه الاولانيين واوقف الفيديو عشان ما يبقاش طويل، وحضراتكم بقى يعني بنفس الفكره تكملوا الفيديو ان شاء الله. كنترول دي كده، بص انا عملت ايه، خدت نسخه ثانيه من اللسان، ابدا احط اللسان بتاعي هنا كده كما ترون الان تمام كده يا جماعه اهو، ابدا اخد اللسان، وممكن طبعا بالاسهم بتاعتك كده تبدا تظبط اللسان بتاعك بكل بساطه. هتروح برضو على النص ده، النص المكتوب ده، وقول له برضه كنترول دي عشان تاخد منه نسخه، وتبدا تسحب النص وتحطه فين؟ تحطه على اللسان الثاني، وتسميه بقى هنا كلمه ايه؟ فبرواري او اف اي بي تمام؟ في حاجه بقى ان انت يعني اللسان اللي تحت اللي انت عملته الجديد ده لازم ياخد لون مختلف، هتيجي من هنا كده تدي له وليكن مثلا اللون الاصفر ده تمام؟ وتيجي على اللسان الاول تحذفه. اهو انا حذفت اللسان الاول اهو، طبعا انا بحذفه ليه؟ لان احنا في الصفحه الثانيه، وتي تنقر على الحته البيضه دي كنترول سي عشان تاخد منها نسخه، وتروح على الصفحه الاولى ثاني وتعمل كنترول في زي ما حضراتكم شايفين كده تمام، وتبدا بقى ايه تنسق او تظبط الصفحه على الصفحه كده بكل بساطه. وما تنساش ايضا ان المشابك او الكليبسات دي تكون فين؟ تكون في الاول بنفس الطريقه المتبعه، تروح على القالب الثاني او الشريحه الثانيه رايت كليك عليها ودوبليكيت تمام، وتيجي هنا تقف على المربع الاصفر بتاعك ده او اللسان ده، تدي له كنترول دي، تاخد منه نسخه وبعدين تحطها تحته هنا كده، وايضا تروح تعبيه بلون مختلف قبل ما تحط النص عشان ما تتلخبطش، بس نحطه مثلا باللون الاحمر، وهتيجي تضغط على النص اللي فوق ده كنترول دي كده عشان ياخد منه نسخه، تبدا تحط الايه؟ العنصر الثالث اللي هو شهر مارس، تضغط مرتين ام اي ار
واضغط في الخارج كده، تمام. طيب لو طبعا النص بتاعك يعني طلع كبير، ممكن تصغر الخط شويه، تمام. بعد كده بروح على الاصفر، احذف الاصفر خالص اهو، تابعوا بقى نفس الطريقه يا جماعه، واجي انقر على الصفحه البيضاء وكنترول سي، واروح على الصفحه الرئيسيه بتاعتي وكنترول ايه في، بصوا كده، وابدا طبعا اسحب الصفحه بتاعتي بكل بساطه واعمل لها محاذاه، وما تنساش ايضا الكليبسات او المشابك تكون فوق، شيب فورمات برينج فورورد كده كما ترون الان. بنفس الطريقه ايضا يا جماعه اروح على الصفحه الثالثه، اخر صفحه انت واقف عليها، رايت كليك وبعدين دوبليكيت، تعالى على اللي طبعا المربع الاحمر بتاعك ده، اعمل له كنترول دي، تمام. اعرفوا بقى الفكره يا جماعه، وابدا حط المربع اللي بعده هنا كده كما ترون الان اهو، تمام كده يا جماعه. وبعدين اروح اعبيه بلون مختلف، اخد مثلا اللون ده مثلا، وبعد كده اروح برضو على النص كنترول دي، خد لي نوع تاني من النص او نسخه تانيه من النص، وابدا اكتب النص الجديد طبعا بعد مارس ابريل اي بي ار كده، وبعدين انقر في الخارج، واجي احذف المربع اللي فوق اللي هو الاحمر، والنص بتاعه كمان حذفته كده. بس لما تيجي تحذف انقر على الحافه الخارج، تعالى انقر على الصفحه البيضاء كنترول سي، روح على الصفحه الاولى خالص واعمل كنترول اي كنترول في لاسك، فبيجي لك بنفس المحاذاه كما ترون الان. وما تنساش ايضا انك تنقر هنا كده، وبتخلي دي ايضا ايه ايضا برينج فورورد. حضراتكم كده اعتقد ان انتوا فهمتوا يا جماعه الطريقه، ان انت طبعا بتيجي على الصفحه تعمل لسان جديد وتحذف اللسان السابق، وتاخد اللسان تحطه على الصفحه الايه الاولى وترفع الكليبسات. خليني اقول لكم برضو اخر شهر بحيث اوقف الفيديو بعد الشهر ده، رايت كليك من هنا تاني يا جماعه دوبليكيت، وبروح اخد نسخه من اللسان ده، انقر هنا كده كنترول دي، خدت منه نسخه اهو، ابدا اسحبه لتحت شويه واحطه هنا كده، وبعدين ايضا اعبيه الاول بلون مختلف عشان ما يكونش بس الالوان مكرره، واضغط على النص الموجود واعمل له كنترول دي، خدني منه نسخه، وابدا اسحب الايه الكلمه دي احطها هنا كده، تمام. طبعا بعد الابريل طبعا هيكون ايه، هيكون ماي ام اي واي، تمام. وانقر في الخارج، اجي احذف اللي فوق، اضغط ديليت، ومن هنا برضو اضغط على العنصر لوحده ما تحذفش الصفحه، وتعالى انقر على الصفحه اللي فوق كده كنترول سي، تعالى على الصفحه الرئيسيه وادي له كنترول اي كنترول في. ولو الصفحه جت مش مظبوطه معاك، بكل بساطه تقدر ان انت تعمل لها محاذاه بكل بساطه كما ترون الان، وطبعا بيجي لك خطوط صغيره كده تعرفك تعامل المحاذاه مظبوط ولا لا. ما تنساش ايضا ان انت تضغط من هنا كده وتخليها ايه، تخليها برينج فورورد كده يا جماعه. انا شرحت لحضراتكم الطريقه، ودلوقتي بقى هوقف الفيديو عشان الفيديو ما يكونش طويل على حضراتكم، اكمل الشهور وارجع لحضراتكم مره تانية بنفس الطريقه اللي شرحتها في الشهور الاربعه او الخمسه الاولى دول، تمام. ممتاز جدا. طيب يا جماعه، دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين كده، احنا بالفعل انتهينا من يعني تصميم الالسنه الخاصه بالشهور، وزي ما قلت لحضراتكم في بدايه الفيديو، الالسنه دي متغيره، يعني ممكن تحط عناصر اخرى طبقا لنوع الماده العلميه اللي حضرتك بتشرح هنا، تمام. طيب طبعا دي صفحه الغلاف الرئيسيه، انا ممكن اديلها لون مختلف شويه، انقر عليها كده احددت، واروح على الشيب فورمات، ومن الشيب فيل من هنا ابدا اديلها لون وليكن لون قاتم بعض الشيء كده، تمام. ممتاز جدا. بعد كده بقى يا جماعه ابدا اضيف النص للشهر الاول، ولكن يا جماعه لازم تتاكد ان الشهر الاول او اللسان الاول ده هو اللي في المقدمه، يعني لو حضرتك حركت كده هتلاقي الشهر الاخير هو اللي في المقدمه، تمام. فنعمل كنترول زي ونيجي ننقر على الشهر الاول من هنا كده، هنقر عليه اهو زي ما حضرتك شايفين، ابدا انقر من هنا كده، واروح على برينج فورورد، ابدا انقر 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 كده برينج فورورد لحد ما يجي شهر يناير ده في الاول خالص زي ما حضراتكم شايفين كده، يبقى هو كده في الشهر الاول في الترتيب الاول، تمام. بعد كده بضيف النص بتاعي، بروح على انسرت وتكست بوكس من هنا، وتبدا بقى تضيف النص اللي انت عايزه، يعني النص ده متغير، ابدا حط بقى اي نص. احنا عندنا هنا يا جماعه داله بنستعملها لما بنيجي نحط اي نص عشوائي كده، بنكتب كلمه يساوي وبعدين كلمه راند وبعدين بفتح قوس وبحط الرقم الاول ده، هو عدد الفقرات مثلا 3 فقرات، في كل فقره مثلا ناخده سطر واحد اللي هو واحد يعني، واضغط على مفتاح انتر، يبقى انا كده حطيت السطر النص بتاعي. ممكن بقى تحدد النص، تغير الالوان، النصوص، الاشياء دي كلها بكل بساطه. ممكن بكل بساطه ايضا تضيف ان انت يعني تضيف لك صوره من الانترنت، او لو عندك صور بقى خاصه بالماده العلميه الخاصه بحضرتك تقدر بكل بساطه انك تضيف الصور ديت عندك. ممكن نيجي مثلا نكتب هنا 3 دي شيب، وابدا طبعا يا جماعه اختار الشكل اللي انا عايزه، وليكن الشكل ده وادي له كلمه انسرت، فبينزل الشكل عندي، ابدا اصغر الشكل. طبعا يا جماعه الاشكال ده ايضا متغيره، يعني لو عند حضرتك بقى شكل خاص بالماده العلميه بتاعتك، ابدا حط الاشكال دي، هتبدا تحدد النص ده وتضغط على كنترول من لوحه المفاتيح وتحدد النص الثاني، وتيجي تنقر على الصفحه البيضاء لازم كده، وبعدين تجمع الشكل والنص والصفحه كشكل واحد وتعمل كنترول جي، يبقى انا كده جمعتهم بحيث لو حركت يتحركوا كلهم مع بعض، تمام. بعد كده بعمل ايه بقى يا جماعه؟ بعد كده بروح على الصفحه بتاعتي دي واعمل لها تكرار، اجي على رايت كليك وبعدين كلمه دوبليكيت
سلايد من هنا، وبعدين اجي على الصفحه الثانيه اللي انا واقف عليها واحدد الصفحه بتاعتي دي، واروح على فورمات شيب، واروح على روتيت واعمل لها فليب هوريزونتال من هنا كده بحيث تنقلب معايا، وابدا اسحب الصفحه بتاعتي احطها في الاتجاه الثاني كده زي ما حضراتكم شايفين بنفس النظام كده بالظبط. بنفس الطريقه برضو ان انا ابدا، واتاكد طبعا ان اللسان ده يكون في الاول زي ما قلت لكم كده. بنفس الطريقه ايضا يا جماعه ابدا احط النص للشهر الثاني، ولكن برضو اتاكد ان الشهر الثاني هو اللي فوق، يعني لو حركت كده الشهر الاخير هو اللي يتحرك، لا انقر على النقطه الصفراء دي كده المربع الاصفر ده، وتعالى روح على الشيب فورمات وابدا اضغط كده لحد ما تطلع شهر فبراير في الاول كده زي ما حضراتكم شايفين. بنفس الطريقه بقى هنروح على انسرت تكست بوكس من هنا، وابدا احط النص بتاع اساوي كلمه يساوي، واكتب كلمه تراند دي. ده اللي يا جماعه بنستعملها عند ادراج نص عشوائي، احط مثلا عايز فقره واحده في الفقره دي 3 سطور، واضغط على مفتاح انتر، واقفل الكسوري واضغط على مفتاح انتر. وبعد كده ممكن برضو ان انا اجيب اي صوره من على الانترنت كده بتدعم الشرح بتاعي، والصور دي ايضا يا جماعه متغير. هكتب مثلا بي ان جي مثلا كده ابلز اهو، واضغط على انتر من لوحه المفاتيح، وبعد كده اخد الصوره دي وانسرت. بعد الصوره ما بتنزل ببدا اصغر الصوره بتاعتي بكل بساطه، احطها هنا كده، احذف النص اللي نازل معاها ده، ديليت من لوحه المفاتيح. بعد كده بعمل ايه؟ بجمع الصوره مع النص مع الشهر، اوعي تنسوا دي. احدد الاولى واضغط على كنترول، واجي اضغط على دي واضغط على الحته البيضاء اللي فوق عشان تحدد لي الصفحه، كنترول جي تمام، بحيث لو حركتها تبقى كلها صفحه واحده زي ما حضراتكم شايفين كده. بعد كده اعمل ايه؟ اروح اعمل دوبليكيت للصفحه اللي انا واقف عليه، رايت كليك ودوبليكيت، وبعد ما اكرر الصفحه اجي اضغط على الصفحه البيضاء من هنا وشيب فورمات وروتيت واعمل لها فليب هوريزونتال بحيث تنقلب معايا، وابدا ايه؟ وابدا احطها في الجنب الثاني بكل بساطه كده بنفس الطريقه كده يا جماعه. ديت بقى الفكره الرئيسيه تمام. لو رحنا بقى على الصفحه الرئيسيه اللي عندنا في الاول خالص، وجينا عرضنا من هنا كده ونقرت من هنا كده، بص اللي بيحصل ايه؟ انكر ينتقل شهر يناير من هنا للناحيه الثانيه مع العناصر بتاعته، ويبدا يعرض لي النص الخاص بشهر ايه؟ بشهر فبراير تمام، وهكذا يا جماعه. فهمتوا؟ انكر من هنا يبدا ينتقل شهر فبراير من هنا، وتيجي البيانات معاه ويبدا يعرض لي البيانات بقى اللي حضرتك هتكون حاططها هنا تمام. شوفوا احنا نسينا نرفع الكليبسات فوق فلذلك اختفت من هنا. خلينا نعمل رايت كليك، وطبعا لازم اخليها فوق دايما هنا، اخليها برينج فورورد. بنفس الطريقه بقى اللي انا عملتها تبدا تكمل الشهور كلها، ولكن خلينا برضو اعمل لكم شهر كمان واثنين بحيث تفهموا الطريقه اكتر. هبدا بقى احط النص اللي هنا، بس الاول اعمل ايه؟ اتاكد ان الصفحه دي هي اللي فوق، اروح على شيب فورمات وابدا انكر كده على برينج فورورد لحد ما يجي شهر مارس التاب بتاعه فوق كده، واروح على انسرت وتكست باكس من هنا، وابدا احط النص بتاعي بنفس ده اللي ترند برضو، ادي كلمه ترند، افتح قوسين عايز مثلا فقرتين في كل فقره سطرين تمام، واضغط على مفتاح انتر. وبعد كده لو عايز اجيب صوره من بيكتشرز او من ذيس ديفايس، ذيس ديفايس لو عندي صور بقى خاصه بالماده العلميه بتاعتي يعني مخزنه عندي على جهاز، خليني اكتب كلمه بي ان جي. بي ان جي بكتبها ليه؟ عشان تجيب لي الصوره بدون خلفيه. بي ان جي مثلا باك بون مثلا، خلينا مثلا بشرح وليكن مثلا بشرح بيولوجي او الاحياء يعني، واضغط على مفتاح انتر من لوحه المفاتيح، وابدا طبعا اختار مثلا اي بقى حاجه حابب اشرحها للطلاب بكل بساطه، وليكن مثلا انا بشرح الاحياء مثلا او كيمستري من هنا، ابدا اخد الصوره اصغر الصوره بتاعتي اللي نزلت اهو، حطيت الصوره بتاعتي. طبعا الصور دي يا جماعه زي ما قلت لكم صور متغيره تمام. ابدا اعمل ايه دلوقتي؟ احدد دي واضغط على كنترول واحدد دي واضغط على الحته البيضة واعمل له كنترول جي، بقوا صفحه واحده. قبل ما بعمل لها فليب هوريزونتال والاشياء دي لازم اجي اقف عليها واعمل لها دوبليكيت من هنا تمام. بعد كده بروح انقر على الصفحه تاني شيب فورمات وروتيت واعمل لها فليب هوريزونتال، وابدا اسحب الصفحه بتاعتي بكل بساطه واحطها في الاتجاه التاني ده كده بكل بساطه يا جماعه، بدون ادنى ايه؟ بدون ادنى مشاكل. وخلي بالك بيجي لك طبعا يعني النقاط كده بتحدد لك انت حاطط التاب صح ولا غلط، وهكذا يا جماعه بنفس الطريقه بقى تكمل بقيه النصوص. فانا دلوقتي هوقف الفيديو عشان اكمل بقيه النصوص حتى لا يطيل نطيل وقت الفيديو على حضراتكم، ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. طيب يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين كده يا جماعه احنا بالفعل انتهينا من التصميم ووصلنا للصفحه الاخيره تمام. طيب هنا طبعا بيجي لي بقى بعض الصفحات اللي احنا كنا عملناها في الاول عشان نعمل الالسنه. الصفحات دي ممكن حضرتك تحذفها كلها، ما عادش لها لازمه بقى خلاص، تقف على اخر واحده وتضغط ديليت ديليت ديليت، بس خلي بالك لما تيجي عند رقم 13 دي تقف عشان دي اخر شريحه عندك في التصميم. نيجي بقى للشريحه الاولى ونبدا نعرض العرض النهائي ونشوف. طبعا ده العرض النهائي، ننكر ينتقل الشهر الاول
ده من هنا الى هنا. تمام، نذكر كمان مره نفس الكلام كده يا جماعه، زي ما قلت لكم النص ده عشوائي والاشكال دي عشوائيه، فحضرتك بقى تبدا تحط الماده العلميه اللي حضرتك حابب تشرحها. وايضا الشهور ديت يا جماعه متغيره، يعني بدل الشهور ممكن تحط مثلا زي ما قلت لكم في بدايه الفيديو الدرس الاول، العنصر الاول، وهكذا. ابدا بقى نصك القالب زي ما حضرتك عايز كده 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 كما ترون الان كده، الى ان نصل الى الصفحه الاخيره. وبكده يا جماعه نكون وصلنا لنهايه الفيديو الخاص باليوم. اشكركم كل الشكر، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.